فاحنا بدورنا كنشكركم يعني كاعلاميين، يعني الدور اللي قمتوا به يعني واكبتوا الفريق الوطني وعرفتوا التغييرات اللي وقعت في الفريق الوطني، وعاتبتوا عن كتب ماشي غير في رقعه الملعب، وشفتوا الجو اللي ولا كيسود داخل المنتخب الوطني. فكنطلبوا منكم باش تزيدوا تساندونا وتساعدونا اكثر، حتى ممكن نديروا يد في اليد باش ننظموا كاس افريقيا في 2005 تكون في المستوى العالي، حتى ممكن الفريق الوطني في المغرب ان شاء الله غادي يدي كاس افريقيا ان شاء الله. هذه نواه اساسيه بنيناها الحمد لله، يعني خرجنا يعني متاسفين فعلا، لانه بغينا نفرحوا الشعب المغربي وبغينا نفرحوا المغرب وبغينا نفرحوا الملك ديالنا. سمحوا لينا بزاف، ولكن ان شاء الله تظهر لي بانه المستقبل ان شاء الله غادي يكون خير. شكرا، ميرسي.